انطلاقات هذا اليوم 14 شوطا خصصت لهذا السن ضمن ختام تمهيدي المرموم في هذا الموسم. نسير إلى مقدمة الشوط مع شوط خاص بالجعدان المهجنات الأصايل، ويتصدر المجموعة من البداية مصيح لسيف بن درويش بن عاطف المزروعي، هو من يسير على أول المراكز وأول المنطلقين نحو بداية ومسار هذا الشوط. نقلة إلى ذيبان من يحتل المركز الثاني، تعود ملكية لراجح بن محمد بن طالب بن عقيل المري، هنا يتقدم إلى المركز الثاني. أما المركز الثالث وصل الآن رماح، تعود ملكية لعبد الله بن أحمد بالعكوي السلمي، هو الآن من يتواجد على المركز الثالث. أما المركز الرابع، المركز الرابع هناك هجوم رباعي مشاهدينا الأعزاء، هذا اللي وصل الآن وخذ المركز الرابع أحمد بن سعيد بن دري الفلاحي، بينما المركز الخامس هناك راجح بن محمد بن طالب بن عقيل مع منبع ليحتل المركز الخامس في هذه الانطلاقة. والمركز السادس، المركز السادس وصل الذيب لسالم بن مانع الغويص السويدي، يأتي ويحتل المركز الخامس المركز السادس أو المركز السادس، بينما المركز السابع هذا يحمل رقم 11 رعد لسعد بن نصيب بن سعد الحبابي في سابع المراكز. وننتقل إلى شعار بالراية في المركز الثامن، هنا يتقدم اليذاب لفهد أو فهد بن راشد بن سعيد البريصي المري ثامنا، بينما المركز التاسع هناك الجذاب عبد الله بن عوده البلوي يحتل المركز التاسع وعاشر المراكز. نسير ليتقدم شاهين عبد الله بن راشد بن محمد بن زقيبة المري، هو من يتواجد على المركز العاشر. هذه النتيجة أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء للعشرة مراكز أولى المتقدمة من خلال الانطلاقات ومن خلال التواجد والاندفاعات في مستوى صباح هذا اليوم. عودة إلى البداية وعودة إلى الرقم واحد حيث تتقدم هذه الأسماء، ولكن لا يزال بن عاطف المزروعي على رأس الحربة لنفس هذا الشوط، هو مصيح 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 يتقدم مشاهدين الكرام ويتقدم أمام كل المتابعين وهو في صدارة الشوط. سيف بن عاطف أو سيف بن درويش بن عاطف المزروعي لا زال على المركز الأول مقدما هذا المستوى الجميل والمستوى الأصيل، بينما هناك ذيبان يتواجد على المركز الثاني. ياتينا راجح بن محمد بن طالب بن عقيل المري يحتل المركز الثاني في هذه اللحظات، وهو على ثاني المراكز متقدما ومخاطفا لناموس هذا الشوط. لكن أشوف الاثنين راح، الاثنين ابتعدوا عن الجميع. ننتقل إلى المركز الثالث وآخر ساعات صباح هذا اليوم مع هذا الشوط، نشوف شعارك بالعكوي يتقدم إلى المركز الثالث، لكن وصل الآن راجح بن محمد بن طالب بن عقيل ليقدم لنا منبع مرة أخرى في المركز الثالث. والمركز الرابع رماح عبد الله بن أحمد بالعكوي السلمي في المركز الرابع، هذه النتيجة الرباعية. نشوف خامس المراكز يصل شعار بن دري هنا من خلال هذه اللحظات، الغزال أحمد بن سعيد بن دري الفلاحي يحتل المركز الخامس، بينما المركز السادس تقدم شاهين عبد الله بن راشد بن زقيبة المري، والمركز السابع ذيب سالم بن مانع الغويص السويدي خذ المركز السابع. الآن 2 كيلومتر متبقي على خط النهاية، والحسابات أكيد تسير مع الأخوة المضمرين في حساباتهم تكتيكهم والتخطيط، بينما فهيد بن راشد بن سعيد البريصي يحتل المركز الثامن في هذه اللحظات. هكذا النتيجة مشاهدينا الأعزاء في مستوى وملتقى هذا الشوط، تسير بهذه الأسماء لتعلن عن تواجدها وتحديها في ملتقى هذا الشوط. لكن نعود إلى البداية والعودة إلى ذيبان، هو الآن من يتمتع ويستمتع بالمركز الأول ويستمتع بطليعة هذا الشوط، هو تقدم راجح بن محمد بن طالب بن عقيل المري على المركز الأول. أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء، لا زال متقدما وباحثا عن الناموس، وكفت أكيد بلا شك راجح بالناموس، هناك راجح
على المركز الأول. أما المركز الثاني يتواجد سيف بن درويش بن عاطف المزروعي في المركز الثاني مع وجود مصيح، مع وجود مصيح. لكن المركز الثالث واصل رماح، يتقدم رماح في المركز الثالث، ويأتينا عبد الله بن أحمد بالعكوي السلمي في المركز الثالث. بينما المركز الرابع هناك كذلك اسم آخر وهو منبع وراجح بن محمد بن عقيل المري، مقدم لنا اسمين في هذا الشوط، اسمين في هذا الشوط. يبغي الساعة، يبغي الساعة، يبغي الساعة. ولكن أشوف المركز الخامس. لكن عودة إلى البداية، ما شاء الله تبارك الله، هذا الشعار العنابي العنابي راح إلى المركز الأول مع راجح بن محمد بن عقيل المري بشعار البرنس البرنس البرنس، يتقدم مشاهدين الكرام إلى صدارة هذا الشوط. ويأتي ذيبان في المركز الأول، لكن رماح يتقدم، رماح يتقدم. عبد الله بن أحمد بالعكوي السلمي يأتي على المركز الثاني. الآن في هذه اللحظات اشتدت المعركة، اشتدت معركة هذا الشوط. أشوف ذيبان مسيطر وبالعكوي في المركز الثاني، وكذلك يأتي بن عقيل في المركز الثالث. لكن خلاص ذيبان اعتقد انه قفل على صندوق الساعة، راح مع صندوق الساعة، راح مع صندوق الناموس وصندوق التحدي هناك في مقدمة هذا الشوط. ذيبان يحاول، ذيبان على المركز الاول، ومنبع يتقدم الى المركز او المركز الثاني. رماح منبع كذلك في المركز الثالث، لكن خلاص راحت الساعة الى شعار بن عقيل، الى شعار البرنس، إلى شعار البرنس، يتقدم مع وجود ذيبان على المركز الأول. ما شاء الله تبارك الله، تهانينا والناموس لأهالي قطر على هذا الفوز والانتصار على المركزين الأول والثاني. بينما المركز الثالث رماح عبد الله بن أحمد بالعكوي السلمي، والمركز الرابع فهيد بن علي بن راشد البريص المري، والمركز الخامس ياتي أحمد بن سعيد بن دري. من يحتل المركز الخامس؟ هكذا أيها الحبل الكريم مشاهدين الأعزاء، الخمسة مراكز أولى المتقدمة من خلال مسار هذا الشوط واستراتيجيته المميزة وتخطيطه المميز من قبل راجح بن محمد بن طالب بن عقيل المري، حيث رجحت الكفة بأثنين من القاعدين في انطلاقة هذا الشوط لينتزع ساعة هذا الشوط في مشوار هذا اليوم الصباحي. بالنسبة للسنة الإذاع التوقيت الزمني 7:36، 9 أجزاء من الثانية. ثانينا والناموس راجح بن محمد بن عقيل المري، بينما المركز الثاني كان منبع أيضا لنفس الشعار ونفس المالك راجح بن محمد بن عقيل المري. توقيته الزمني مشاهدين الأعزاء أمامكم 7:38، 11 جزء من الثانية. ثانينا والناموس. أما المركز الثالث فكان رماحة يأتي في ثالث المراكز مشاهدين الأعزاء، والملكية لعبد الله بن أحمد بالسلمي بالعكوي بالسلمي 7:38 16 جزءا من الثانية. ثانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام، انتهينا من المرحلة والجولة الأولى جولة السوع، بدينا في الجولة الثانية وهي مخصصة للإذاعة البكار المحليات الأصايل. انطلاقة موفقة، انطلاقة سليمة، نتمنى التوفيق.